أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل دوت كوم. مشاهدينا، أربعة ملفات نطرحها اليوم من الأخبار والمقاطع التي تداولها شباب عراقي عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. والبداية ستكون من ميسان، وهناك اتهام عناصر فاسدة بتعطيل سونار منفذ الشيب الحدودي في ميسان، ومنتجات إيرانية فاسدة تدخل العراق في ظل غياب الرقابة الحكومية. ثم نتجه إلى محافظات مختلفة، منها القادسية حيث إهمال البلدية يتسبب بغرق مدرسة ابتدائية في مدينة الديوانية، والأمطار تغرق مدارس أخرى. بعدها نتجه إلى بغداد، وفيها تتواصل التظاهرات لعمال شركة النسيج والجلود بعد بيع مصنع الجلود الذي يعملون به لصالح القطاع الخاص. والختام سيكون مع آلاف المواطنين في محافظة البصرة، وهم يشهدون قرعة لتوظيف أقل من 400 ممن تقدموا إلى التوظيف. أهلا بكم من جديد. البداية ستكون مع خبر اتهام عناصر فاسدة بتعطيل سونار منفذ الشيب الحدودي في ميسان. شوف اخوان، شوف السونار شلون عاطل، هاي بالشيب لو بالسلام كلو عبرون. هاك شوف منين جاي عبرون، من ورا السونار، واحنا بالسلام كلو يضل يطبق عليك فرضه وشعيره. ابا السونار طاش، هاي العالم جاي تعبور، ناس تريد تشتغل، الله وكيلكم. الآن إلى هذا الخبر، ويتحدث عن منتجات إيرانية فاسدة تدخل إلى العراق بسبب غياب الدور الحكومي الرقابي على المنتوجات الغذائية التي تستورد من الخارج. اليوم هذا كيك إيراني، تجيت الحج جايبه للبيت، لما تجيت أنا ورانيا قال هذا بي ريحة، والله خايس، كيك خايس. شوف نسبة التعفن بي، شوف كرتون كامل، شوف وين الصحة العراقية، الجمارك العراقية، خلي شوف المنتج الإيراني، شوف تاريخ الانتهاء 2019، وشوف الجن السن هذا معفن والله خالص، هذا المنتج الإيراني، حتى بالأكل اللي بيسمونه العراق، شوف والله العظيم خايس، هاك معفن، هاك ريحة، شوف ريحة مو ما حتى ما البشر ياكله، حيوان ما ياكله هذا، وين الجمارك العراقية، وزارة الصحة، شوف الجاي يقتل، شوف الجاي يقتل العراق. شوفوا بشر جاي يموت، مستشفيات مسروسه امراض وتسمم بسبب الماكل، حتى الماكل الكرتون ماي من كثر ما منتهي، وحاطين له ختم انتهي 2019، خلي الله بين عينكم، شوف تسمم، شوف والله ريحه ما تنشم، الله شاهد. شوف وين وزاره الصحه؟ وين هيئه القماري؟ يجيبون بهاي السم ويدخلونه، هاك شوف يا عالم، شوفوا معفن لو مو معفن، شوف الله اكبر على الظالم، مريض صوت يوصل وزاره الصحه، الداعيه جاده بعملها، نتابع هذه المواد اللي تجي من ايران، كل ماده مسمم سبب دمار، انتم سببها دمار الامراض، الاطفال الجاي بالمستشفيات تعانوا، ناس ماتت من وراي وانتم ساكتين، بحجه شنو؟ المنتج رخيص، ولا رخص تقتل شبابنا؟ اطفالنا تقتلهم؟ مريض صوت يوصل كل شرف، كل مواطن عراقي لازم يوصل صوتي. الآن نذهب إلى إهمال البلديات، حيث غرقت مدرسة ابتدائية في مدينة الديوانية بمحافظة القادسية. الآن إلى مدرسة باختيار واحد بمحافظة ديالى، والتي هي الأخرى غرقت بأمطار غزيرة تهدد سلامة الطلبة. Hey!
الآن نذهب وإياكم حتى نشاهد هذا المقطع، وفيه مدرسون في مدرسة الذهب الأبيض غربية بغداد يرممون المدرسة بعدما فقدوا الأمل بأن تتدخل أي جهة حكومية معنية من أجل إصلاح مدرستهم. نتابع. ها أخوي ضلعي، ها قاعد تسوي، قاعد تسوي عندك درس؟ زب عيني زب زب. اقلب محمد، اقلب أبو، اقلب. فيديو الوزارة التربية. ايه فيديو التعليم العالي. يا ابويا اي 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 نعم ابويا نعم. شو ايه نعم نعم جاك اخوك استاذ رسول ابو سجاد هم وياك. حين يكون مربي الأجيال مقربا من طلبته تجد هناك شعور بالانتماء ليس إلى المدرسة فحسب وإنما إلى المعلم أيضا. المادة القادمة أعزائنا المشاهدين مختلفة إلى حد ما، وفيها بكاء طلاب مدرسة بغداد السلام بعد وفاة أستاذهم الذي يدرسهم مادة الرياضيات. قوم حبيبي قوم. الآن إلى موضوع آخر، وفيه تظاهرات عمال شركة النسيج والجلود بعد بيع مصنع الجلود لصالح القطاع الخاص. نتابع. ما تعصى علي ترى انتم، ما تعصى عليكم مجلس النواب طبيته، ما تعصى عليكم. القرارات بين صدرت قرارات مو وزاريه داخليه. نعم نعم للجلود، نعم نعم للجلود، نعم نعم للجلود، نعم نعم للجلود على مدراء الاقسام ومدراء الانتاج، على مدراء الاقسام ومدراء الانتاج التوجه الى العمال الى بيتهم الثاني. تحيه والله العظيم خاصه للسمين الى قسم الصيانه والى معمل 7 والى معمل 2 والى معمل 5 والى معمل 4 والى قسم حتى قسم الامنيه متعاطفين معكم، بس لا حول ولا قوه، حتى قسم الاطفال يا اخوان كل وظائفهم. خلي يقولوا لنا من المصامر على نقلة الجلود، خلي يرفع ايده. من قابل بنقلة الجلود؟ من قابل؟ عمي صار لها 100 سنة. في المقطع القادم نتابع تظاهرات عمال الشركة العامة لصناعة النسيج والجلدية في بغداد. مادة أخرى نتابعها الآن. السلام عليكم. هاي عمال الصناعات الجلدية اللي ببغداد، وهذا المعمل معروض للبيع، والعمال جاي يقولون إنه هذا المعمل راح يسوون. ما يخافون هذا العالم، هذا حشي العمال. يقلون هاي العالم، هاي ليش هالشكل؟ ليش هاي العالم اللي عاشنا أنا صار سنين؟ العراقية دي فسدوها. العالم ما صار أنا صار سنين. العراقية دي فسدوها. ليش هالشكل؟ ليش
هاي الناس راسين عايش بهاي الشركه بعد العراقيين بس احنا واحد نفسنا مع بعضنا شرطه ما قمنا شركه هاي الشركه عامه شركه ولا جمعيه ولا احنا معروضه صار لنا 80 سنه تتحول مول وبيها اكثر من 3150 عامل ولا مهددين بالطرد دولة مهددين بالطرد احنا بدال ما تكون صناعتنا الوطنية وتكون صناعة جبارة جاية هيكلة الصناعة وهذا وياكم دولة فاسدين عمي دولة فاسدين ما يردون العالم تعيش ما يردون العالم تاكل خبزة تدبرونا يا ناس مقتنع عن دولة يا عالم موقع الجلود كعرب وهذا خارج القانون خارج قانون الاستثمار عندنا فما احنا مستثمرين الاستثمار خطوط انتاجيه جديده اهلا وسهلا بس على حساب العادل عبد المهدي كل عوائل عندنا والله ما عندنا عمي عندنا عالم ترى بطلت عالم ترى تدمرت قال بالحواسيب ترى العالم تدمرت عمي ترى العالم ملت ترى العالم حتى فاعت حتى خلاص الآن إلى آلاف المواطنين وهم يشهدون قرعة توظيف 370 شخصا في شركة نفط البصرة. آلاف من المواطنين من أجل عشرات الوظائف، هذا ما يعكس واقع العراق الحالي. إلى أكثر من 27 ألف متقدم لوظيفة أيضاً سنتابعهم في هذا المقطع ونتابع استمرار هذه المأساة. في موضوع مشابه ولعدم شمولهم بالوظائف متقدمو التوظيف في الزبير يقطعون شارع أرميلة في محافظة البصرة، تعالوا نتابع معا. دول شباب الرميلة العاطلين عن العمل اللي كل فترة نطلع مظاهرات ويوعدوننا انه اكو تشغيل واكو فرص عمل وكله كذب، وهاي صار لنا ما يقارب 4 سنوات نطلع ونقطع طريق ويوعدوننا ونرجع ونقول ما يخالف. اليوم رحنا بقرعة بالزبير، اجوا قائم مقامية الزبير ومسؤولين عن الشركات وسووا قرعة، القرعة لا واحد رضى بيها ولا شيء. العالم كلها طشت، والله صح احنا 100 اسم اعدادية متوسطة وابتدائية وامية وكله كذب، وقال انه بقى 270 راح اصيح بين اهل الشهايد. العالم انسحبت ما اقتنعت لان لا ترضي الله ولا ترضي بني ادم، ما نعرف اسماء ظل يجيب ويحط، لا واحد قام قال نعم، لا شفنا الاسماء صدق مو صدق. واجينا وهاي هذا الرميله طالعين مبارات على مود فرص عمل اللي الشركات تحيطنا هاي كلها شوفها ما نستفادين منها هالطول. وصلنا الآن أعزائنا المشاهدين إلى فقرة آراءكم، وفيها قبل أن نعرض عليكم المنشورات التي اخترناها لكم من موقع فيسبوك وتداولها شباب عراقي، نتابع هذا المقطع المصور وفيه يظهر رجل الأعمال عبد الله عويز الجبوري ويتحدث عن محافظ البصرة السابق ماجد النصيراوي ويقول إنه خصص 164 مليارا لجسر على شط البصرة تبلغ كلفته الحقيقية 51 مليارا. نتابع. في البصرة وفي عام 2015 أو 16 يعني تحديدا من كان المحافظ ماجد النصيراوي أعلنوا جسر وخصصوا له 164 مليار على اعتبار أنه هذا النمط من التصميم الجديد. وحياتي وبالله العلي العظيم أنا قدمت مقترح للأخ أسعد العيداني نفس الجسر ب 51 مليار من 164 مليار، ومسؤول عن كلامي أمام الله وأمام الشيء. أنا قدمت نفس الجسر اللي خصص له ماجد النصيراوي 164 مليار، اليوم أنا قدمت نفس المشروع ب 51 مليار. كان مقرب 164. 164. القضية تبدأ هسه قبل أن تبدأ، هذا المشروع مش له بعده. بعد قيد الدراسة. كويت سمعونا للبصرة. نعم. سيد أسعد العيداني، هذا كلام مباشر. إحنا مرات
ننطي فرصة ونتوسم خير. 51 وين و 164 وين؟ تقريبا انت مقلل 60%. أنا أضرب مثلا، هذا يا جسر، أضرب جسر على شط البصرة يربط طريق حولي بين مطار البصرة وبين المدينة الرياضية، ويشكل نصف الهلال اللي بالمستقبل يشكل طريق حولي للبصرة، اللي كل تريلات الموانئ تطب البصرة وتخرب جسورها وتخرب مفاصلها وتأذي ابن المدينة وتأذي مستقبل الطريق. شاهدينا، كان هذا المقطع الذي شاهدتم حسناً. الآن دعونا نشاهد كيف كتب الشباب العراقي عبر صفحات في فيسبوك وكيف علقوا على هذا المقطع المصور. دعونا نشاهد وإياكم الآن أول المنشورات والأول لمرتضى. يقول مرتضى: أنتوا ليش إلا الواحد يهرب؟ يلا تطلعون ملفات فساده، هاي الأفلام صارت قديمة. مرتضى يتحدث عن فكرة لماذا لا يتم وضع ملفات المتهمين بالفساد على الطاولة في ظل وجودهم في العراق، لا أن يعني يتحدث عن هذه الملفات وتثار بعدما يخرجون ويصبحون في مأمن ويبتعدون عن العراق ويظنون أنهم بعيدون كل البعد عن المحاسبة. إلى منشور آخر نذهب وإياكم، وكتبه وديع. يقول: طبعا بعد أن يتقاسم المبلغ المجلس الأعلى وكل واحد يأخذ حصته، بالأخير توصل المقاول ب 55 مليار. هذا الشاب أعزائنا المشاهدين يريد أن يقول بصورة أو بأخرى إن رفع المبلغ بهذا الشكل الضعف إلى 3 إنما هو من أجل محاصصة في هذا المبلغ، قد يكون هناك مستفيد فيها من الحكومة، مستفيد من البرلمان أو. هذا ما أراد أن يوصله إليكم هذا الشاب. إلى منشور آخر ونرى وجهة نظر صاحبه أحمد. يقول: ماجد النصراوي هو من جماعة عمار الحكيم اللي رافع شعار إحنا قدها. بشنو قدها؟ بس بالبوق. أحمد يتهم هنا النصراوي بأنه من جماعة أو من تيار عمار الحكيم، ويقول إنه على قدر السرقة فقط لا أكثر من ذلك ولا أقل. هذا ما أراد أو هذا ما قاله أحمد بمنشوره المنشور على فيسبوك. الآن إلى منشور آخر لسيف. يقول سيف: الفضائح صار بالجملة ومن كثرتها نسيناها، حتى السياسيين استخدموها لتحريك مشاعرنا، بس منو تعاقب فعليا؟ سيف أيضا يتحدث عن فكرة غياب العدالة، غياب الملاحقة في هذا المنشور. إلى المنشور الأخير نذهب وإياكم، وكتبه جعفر الحريشاوي. يقول جعفر: ليش ما حكيت من كان النصراوي موجود؟ ليش إلا يطلع خارج العراق؟ يلا تحشون. جعفر يريد أن يقول أيضا ما قاله صاحب المنشور الأول في بداية هذه الفقرة، فقرة آراءكم أعزائنا المشاهدين، ويريد أن يؤكد على فكرة أن الملفات الفساد لا تفتح إلا بعدما يصبح أبطالها بين قوسين خارج العراق ومن أجل مصالح سياسية وليست غيرة على الحقوق العراقية. بعد قليل نذهب إلى تويتر. نضحك على أرواحنا، هذا هو الهاشتاج الذي نشط خلال الساعات القليلة الماضية. نقرأ عليكم أبرز التغريدات التي ذيلت بهذا الوسم الإلكتروني. نضحك على أرواحنا. التغريدة الأولى كانت من نصيب رحمة. تقول رحمة: وعود مسؤولي العراق قبل تعيينهم مسرحية لطالما شاهدناها ولكن لا نملها، نضحك ونتفائل بالخير عند مشاهدتها ولكن بالحقيقة نضحك على أرواحنا. رحمة هنا تتحدث عن وعود المسؤولين الحكوميين وكيف أنها لا تتجاوز الأوراق التي تكتب عليه هذه الوعود. إلى تغريدة ثانية نذهب الآن، وكتبها خالد. يقول خالد: كان على بالنا نصير مثل أوروبا، صدقنا بكذبان للأحزاب وراحت أحلامنا الوردية، النوب حتى أطفالنا ما حافظنا عليهم. خالد يتحدث عن فكرة المستقبل للأسف الذي يظنه أو يراه سوداويا أمام أطفال العراق، في ظل للأسف حضور اللغة الخطابية في المشهد السياسي العراقي وغياب العمل الحقيقي والغيرة الحقيقية على الواقع العراقي المتردي والذي يزيد سوءا يوما في إثر الآخر. إلى تغريدة ثالثة نذهب الآن،
وكتبتها ذكرى التميمي. تقول ذكرى: العملية السياسية بالعراق مثل لعبة الشطرنج، نفس الوجوه ونفس الأحزاب، بس شيل واحد وخلي واحد، كلهم يدورون بدائرة واحدة. هم زين ما رحت انتخبت كان انجلطت من القهر، نضحك على روحنا. هذه الفتاة تقول إنها لم تشارك بالانتخابات السابقة، وتقول إن الشارع أو إن السياسيين العراقيين ينظرون إلى الشارع العراقي وإلى جميع مكونات العراق بأنهم بيادق على رقعة شطرنج، لا أكثر من ذلك ولا أقل، وإنما هم من يتحكمون بهذه البيادق وينصبون عليها من يشاءون، يربحون من يريدون، ويخرجون من اللعبة من يحبون أن تحترق أوراقه. إلى التغريدة الأخيرة نذهب وإياكم، وكتبتها أو كتبها إياد، يقول: عندما نقول إننا نضحك على أرواحنا فنحن نقصدها حرفياً، لأن كل ما حلمنا به وكل ما تأملناه في سالف الأيام كان مجرد أحلام يقظة. الإحباط على ما يبدو يسيطر على الشارع العراقي حينما ينظر ويعقب على القرارات الحكومية أو على المواقف وما يصدره السياسيون والأحزاب في آن واحد. بعد الفاصل نذهب إلى المقاطع المصورة. الأسابيع تمضي والحكومة في العراق لم تكتمل بعد، تعالوا نتابع. قبل أن نذهب إلى الفيديو القادم أعزائنا المشاهدين، تعلمون أن احتجاجات عديدة شهدها العام 2018 الذي بدأ يلملم نفسه حتى يخرج من بوابة عام 2019. طبعا هذه الاحتجاجات في العراق يرى نشطاء أنها للأسف لم تحقق بعد أي شيء. نتابع. ختام حلقة التواصل لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.